بخصوص جلسة يومي، قررت المحكمة المقرة أنها تأخر الملف لغاية يوم الاثنين المقبل على نفس الساعة، وذلك لكون أحد السادة المستشارين الهيئة القضائية ألمت به وعكة صحية. نتمنى له الشفاء العاجل من هذا المنبر والعودة إلى مزاولة مهامه في القريب العاجل. ثانيا، تأخرت الملف لكون الخبرة التي أمرت بها المحكمة لم تنجز، وبالتالي هذا تأخير عادي وما طرح حتى شيء جديد يذكر في هذه القضية هذه بخصوص جلسة يومي. تيقول الشاعر: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. كاينه حنا الان كنا طلبنا بانه الا كانت امكانيه وقررات المحكمه انها تنجز تامر بانجاز خبره، على الاقل جهه محايده، على الاقل شي مختبر دولي عنده اسمه، وكاينين حنا ما مزروبينش على الخبره، ولكن حنا متعطشين للحقيقه ماشي للخبرة. باش المحكمة تأمر بإجراء خبرة وتقول على المختبر الوطني للدرك الملكي أن ينجز الخبرة 4 أيام بعد توصله من تاريخ توصله بالأمر الرامي إلى إجراء خبرة، شوية ما أنا في الحقيقة ما تهضمتش ليا، لأن حادثة السير واحد تيكون مفدوع في رجليه وتيعطيو خبرة شهر. الخبرات الحسابيه اللي تتامر بها المحاكم التجاريه تيعطيو شهر واكثر. هذه خبره على 58 فيديو، وخبره خطيره جدا، اللي خصهم يقولوا واش هذاك الشخص هو فلان ولا ماشي هو، خصهم وقت كبير. لا انت اللي تتقصد، انا ما تقصد والو، انا اتساءل على المده اللي تعطات. واش المختبر الوطني للدرك الملكي غادي يوقف عقاري في الساعه، غادي يوقف جميع الاعمال ديالو والمهام ديالو، وغادي تفوكاليزا مع الخبره ديال الملف ديال توفيق بوعشرين؟ يعني غادي يسد عليه ويدير خبره، يعني نرفعوا حتى من هذاك المختبر وحتى الناس اللي تخدموا في المختبر، معنى انه 4 ايام اعتقد بانها غير كافيه. والدليل على ذلك ها هو دابا الان الملف تاخر اسبوع، هي ما بقاتش 4 ايام، بمعنى يمكن حتى الاثنين الماجي وما تكونش الخبره وغيتاخر. وهذا هو علاش في الجلسه اللي ناقشنا فيها الخبره طلبت من المحكمه تمتيع السيد توفيق بوعشرين بالافراج المؤقت تحت اي ضمانه كيفما قررتها المحكمه، لانه نحن نعلم علم اليقين بان هذا الموضوع ديال الخبره غادي ياخذ وقت طويل، وانه توفيق بوعشرين لحد الساعه معتقل بناء على وسائل ثبوتيه حسب النيابه العامه او وسائل اقناع ولا الاقتناع اللي مشكوك فيها ودارت فيها خبره. ما يمكنش، خصو يتمتع بالافراج المؤقت. وديك الساعه الى جات الخبره وقالت بان هذاك اللي كاين في الفيديوهات هو توفيق بوعشرين، بين يديهم عندهم جواز السفر ديالهم، مغلوقه الحدود، وضع كفاله، المراقبه القضائيه، بمعنى ما عنده فين يمشي. حنا مستعدين وقلنا للمحكمه حتى ضمانه الشخصيه ديال هيئه الدفاع ديالو، والا ما عندهمش ثقه فينا حنا اذا ما بقاش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد.